معركة بلادنا بإشغال الدورة 69 للمؤتمر الدوري للعمل. استعرض وزير الوظيفة العمومية والشغل السيد كامارا سالم محمد خلال الجلسة المخصصة لنقاش تقرير المدير العام للمكتب الدوري للعمل حول موضوع العمل في زمن كوفيد-19. استعرض الإصلاحات التي قامت بها بلادنا من أجل ضمان العدالة الاجتماعية في الحصول على عمل لائق. إن موريتانيا وعلى الرغم من هذه المرحلة الخاصة التي تطبعها تحديات كبيرة ومتعددة، لتلتزم بالقيام بالإصلاحات الضرورية من أجل ضمان الإنصاف والعدالة الاجتماعية في الحصول على عمل لائق. وإن التزامات رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني التي تضمنها برنامجه الانتخابي للفترة 2019-2024 وتعمل الحكومة على تنفيذه يتماشى بشكل تام مع مرتكزات تقرير المدير العام للمكتب الدولي للعمل. فقد تمكنت بلادنا من تنفيذ إجراءات مهمة من خلال إعطاء الأولوية لضمان الحقوق الأساسية في العمل، وعلى وجه التحديد لصالح العمال المعرضين لخطر عدم الاستقرار، من بينها تنفيذ مشروع لمكافحة العمل الجبري من خلال أنشطة التوعية والتدريب وبناء القدرات الرئيسية لصالح السكان، العمل على تقييم خطة العمل الوطنية للقضاء على عمل الأطفال لتحديد اتجاهات جديدة له، مضاعفة الاهتمام الخاص لدى الدولة ببناء قدرات مفتشي ومراقبي الشغل من أجل ضمان التطبيق الصارم لتشريعات العمل، إنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي سيبدأ أعماله في الأشهر القادمة، العمل على تحديد التمثيلية النقابية قريبا من خلال تنظيم انتخابات مهنية طلب من أجلها مساعدة منظمة العمل الدولية للبدء فيها، التحسين المستمر للخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يغطي الآن كامل التراب الوطني، التحسين من خدمات المكتب الوطني لطب الشغل وإعادة توجيه مهامه نحو المزيد من الوقاية. وجدد السيد الوزير شكره لمنظمة العمل الدولية على المساعدة القيمة والمتعددة الأوجه التي تواصل تقديمها لبلادنا.